يعني يا ليت أنهم كانوا يضربون بالصوت ويقول أصحابي مو الناس. التفقه له ثلاث معاني. تفقه بمعنى معرفة المسائل الإسلامية، يعني الإنسان يعرف الرسائل العملية، الصلاة والصيام والحيض والوضوء والخمس والزكاة والبيع والحدود، هذا معنى. ولو عن تقليد. والمعنى الثاني وهو التفقه، معنى تفهم الأحكام الشرعية عن اجتهاد. هؤلاء المجتهدون الموجودون، هذا معنى ثاني للتفقه. التفقه حيث إن معناه اللغوي التفهم والفهم، فعارف بالمسائل متفقه، والذي عن اجتهاد يعرف المسائل هذا أيضا متفقه من نوع أرقى، لأن الأول لا يعرف الأحكام عن الأدلة، والثاني يعرف الأحكام عن الأدلة. المعنى الثالث، وإني أظن أن هذا المعنى هو المحصول بالتفقه في الآيات والروايات ليتفقه في الدين، كما في آية الإنذار: وليت السياق أو السياق على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا، كما في هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي فيها كلمة تفقه. معنى التفقه تحمل الكون تكوينا وتشريعا، لأن الله سبحانه وتعالى له كتابان، كتاب تكويني وكتاب تشريعي. الكتاب التشريعي هو القرآن الكريم، والكتاب التكويني هو كل الكون بمختلف الجهات دنيا أو آخرة، حياة أو موت، صحة أو سقما، حكومة أو شعبا، جهادا أو صلاة، مالا أو اقتصادا، أي لون من الألوان، هذا يسمى التفقه. يعني الإنسان يكون فقيها بالنسبة إلى الكون، مبدئه ومعاده، أوله وآخره، جنته وناره، أحكامه وتشريعاته، كل هذا يسمى التفقه. بماذا إني أفسر التفقه بهذا المعنى؟ لأنه الرسول والأئمة الطاهرون عليهم الصلاة والسلام والقرآن الحكيم كتاب الله وعترته، هذا هو الميزان لإرادة الله سبحانه وتعالى من أبداً. والكتاب والرسول والأئمة هؤلاء نراهم هكذا علما وعملا،
عقيدة وشريعة. أصلا الإنسان الذي يطالع القرآن بمطالعة لا سطحية ولا شبه تقليدية يرى أن القرآن يرتبط الكل بالكل حتى لا يدع وراءه أي شيء. آية المبدأ، آية المعاد، آية الجنة، آية النار، آية المواريث، آية الرسالة، آية الإمامة، آية الطهارة، آية الزكاة، آية القرآن، آية المعاملة، آية القصاص، أي شيء خارج موقف أبدا. وكذلك الرسول لما نراه عمليا والأئمة الطاهرين لما نراهم عمليا قول بشكر هؤلاء كانوا للحياة كل الحياة أخذا من الله وانتهاء عند انتهاء الجنة. إذا قال للجنة انتهاء لكن يقولون ليس للجنة انتهاء فاتفقوا ليت السياب أو السياب على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا. التفقه قدما يعني الكون، يعني الحياة، يعني المبدأ، يعني المعاد، يعني الأحكام الشرعية، يعني الأمور التكوينية، كل هذا يسمى تفقه. والدليل على ذلك القرآن. والدليل الثاني الدليل المتحرك الناطق هم المعصومون. هؤلاء كانوا يربطون كل الكون. كان يأتي يسأل عن الإمام عليه الصلاة والسلام عن مسألة طبية الإمام يجيب، عن مسألة هندسية الإمام يجيب، عن مسألة رياضية الإمام يجيب، عن مسألة كونية الإمام يجيب، عن أي مسألة. ألم يكن هذا تفقها؟ هذا تفقه. وإنما الأئمة عليهم الصلاة والسلام والرسول هم فتحوا الطرق كما قال الإمام رضا عليه الصلاة والسلام قال علينا الأصول وعليكم الفروع. يعني نحن نأتي بالأصول سواء في المعتقد أو في الشريعة أو في الصلاة أو في الصيام أو في الطب أو في الكون وعليكم أن تزرعوا الفروع. كل هذا يسمى تفقه. والدين ليس معناه هذا المعنى الذي يتبادر في أذهان بعض الناس من أنه الصلاة والصيام والمبدأ والمعاد. الدين معنى طريقة. فيتفقه في الدين في هذا الحديث أو في تلك الآية المباركة حتى يتفقه في الدين يعني هؤلاء لهم طريقة. نحن المسلمين عندنا طريقة. الشيوعيون لهم طريقة ولهذا الشيوعيون أيضاً يبدأون بالكل يأتون من الأول. وإن هرقليط قال عن على أن العالم كان شعلة حية منذ الأزل فلما سمعه لينين قال يا لها من روعة الطريقة. ثم هذه الطريقة تنتهي إلى الملكية الفردية والدكتاتورية الحكومية والهندسية الكذائية وكذا وكذا وكذا. هذه الطريقة تبتدئ من هنا وتنتهي إلى هذا الفاصل. المسيحيون الرأسماليون لهم طريقة. طريقتهم عيسى كتابهم بالبدء كانت الكلمة عيسى والله بالكيفية الخاصة ومريم بالكيفية الخاصة. ثم يأتي على أنه دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فما لقيصر ما هو القوانين التي يجعلونها والديمقراطية التي يحكمون بها كيفية وكيفية. البوذيون لهم كيفية تبتدئ من تلك الكيفية المعروفة في بوذا وتنتهي إلى الكيفية المعروفة بالنسبة إلى هذا الرجل اللي كان. المسلمون أيضا لهم كيفية بطريقة الحياة طريقة تبتدئ بأن للكون إلها وأن هناك معادة وأن الملكية الفردية كذا والعبادة لله سبحانه وتعالى كذا والمعاملة كذا والقصاص كذا والحدود كذا والسيطرة لمن والشعب كيف يكون.
طريقة تبتدي من الأول إلى الأخير، وهذا من الأول إلى الأخير، وهذا من الأول إلى الأخير. طيب التفقه في الدين معناه مجموعة هذا. والآن الدنيا تقدر أولئك لأنه دائما الدنيا تنظر إلى الطريقة المتكاملة. هذه الطريقة المتكاملة وهذه الطريقة المتكاملة وهذه الطريقة المتكاملة. أول ما صعد هؤلاء إلى القمر، وفي الحقيقة هذا من أغرب الأشياء، يعني لو أن إنسانا لم يصدق إلى اليوم له الحق. الإنسان يصل إلى القمر ويهبط ثم يأتي بصخور إلى الأرض، ولكن جماعة أيضا رأيتم من صخور القمر وإني من جبلتهم في القمر. هذا بالحقيقة أغرب من الخيال، حقيقة أغرب من الخيال. لما وصلوا إلى القمر واكتشفوا القمر وأذكروا بشيء عجيب، وهو أنه رأوا في القمر براكين. هؤلاء لما وصلوا إلى الأرض صار القرار في التسمية. كان أسامي لبعض مناطق القمر قبل وصولهم إليه ومن القديم، لكن صار الكلام بعد الوصول أنهم يسمون الآن صرحنا كويتا، هذه منطقة الروضة، وهذه دهاتي، وهذه مانجا، وهذه بنيد القار، وهذه الشرق، وهذه كذا وكذا. صار القرار. فتشوا في العلماء السابقين الذين حول القمر كان أكثر الكلام من هم؟ وجدوا جماعة من جملة الذين أكثر الكلام حول القمر ثلاث العلماء المسلمين، وهم عمر الخيام وابن سينا والشيخ الطارد أبو رحم بيروني. سموا ثلاث من مناطق القمر بأسامي هؤلاء الثلاثة، وهؤلاء هم الوحيدون في المسلمين الذين حفظوا بأهمية العالم بهم وبتسمية المواضع من القمر باسمهم، لأن هؤلاء قاموا قبل 1000 سنة وقبل أن يفكر الناس في الوصول إلى القمر أصلاً. هذول درسوا أحوال القمر ومواضع القمر وكل شأن من شؤون القمر، لأن شأن القمر ليس شأنا صغيرا وإنما شؤون كبيرة. فسموا الثلاث مناطق من مناطق القمر بأسمهم. وكمان أخذنا نصير الدين، أو أخذنا العلامة الحلمي، أو أخذنا أي من هؤلاء. هؤلاء كانوا يفهمون الدين والتفقه هذا التفقه. هذه ذكرناها كمقدمة. نأتي إلينا نحن، لأن الكلام فينا مو فيهم. الواقع الدين الذي هو يكون سندا للحضارة، لأي حضارة يجب أن يكون دينا متكاملا. دين الشيوعي أيضا دين، بس من الناس يتصورون أن الشيوعيين ليس لهم دين، لهم دين لكن دينهم هكذا، أو يظنون بأن الرأسمالية ليس لهم دين، هم لهم دين أيضاً لكن دينهم هكذا. الدين الذي يكون متكئاً لحضارة ما لا يكون إلا ديناً متكاملاً، بل هذا ترون اليونان القديم، هؤلاء كسقراط وأفلاطون وبقراط وجالينوس ومن أشبه، هؤلاء كانوا يتكلمون حول كل الشؤون. هم يتكلمون حول الكون، يتكلمون حول الإله، يتكلمون حول الحياة، يتكلمون حول الأحجار، يتكلمون حول كيفية الحكومة. جمهورية أفلاطون كتاب ألفه أفلاطون مثل جمهورية، بل لا شك في أن أفلاطون من أكبر علماء القدامى في الفلسفة والفلك والرياضيات والهيئة وهالأشياء. هذول كانوا مسندا للحضارة، للحضارة اليونانية. في كل زمان الدنيا تدور وتدور 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 حتى يستند إلى حضارة متكاملة، حضارة تجيب عن كل الأسئلة. أما حضارة مبتورة لا تجيب عن سؤال، الدنيا لا فيها سؤال، لا تستند إلى سؤال.
الدنيا تصل إلى حضارة وتكامل. كثيرا ما يستشكل على رجال الدين منا بأن الغربيين وصلوا إلى القمر وأنتم ماذا صنعتم؟ الجواب هذا ليس إشكالا علينا نحن رجال الدين، لأن رجال الدين ليس شأنهم الهندسة أو الطب. رجال الدين عندنا مثل القساوسة عندكم، مثل المفكرين عند الاتحاد السوفيتي، مخططين الشيوعية، مخطط الشيوعية. هل يسأل من مخطط الشيوعية ومؤلف الشيوعية كفلان إنسان أو فلان إنسان أنه هل صنعت عنك الذرة أم لا؟ لا. كل فئة لهم رجال دين، لهم مهندسون، لهم أطباء، لهم فلكيون، لهم كل. هذا ليس إشكال واردا علينا، وإنما الذي نريد أن نقول يجب علينا أن نفهم أن الدين هو الكل. قسم من أنا أقوم به، قسم من أنت تقوم به، قسم من فلان مهندس يقوم به، قسم من فلان طبيب يقوم به، قسم من فلان رياضي يقوم به، قسم من الحكومة تقوم به، لكن أقسام متكاملة. الدين، الدين ليس جزء فقط، يعني إنما نكتبه اليوم في الرسائل العملية هذا جزء من الدين، صح؟ وليس لنا أن نصر على أنه كل الدين، لا، يعني أن المهندسين منا الذين يذهبون والأطباء الذين يذهبون والفلكيون الذين يذهبون والمدرسين الذين يذهبون كل في طريقه فذاك من الدين، لكن احتفظه دين يدفعه بأن يكتشف الذرة، صح. دين يدفعه بأن يصعد القمر، صح. دين يدفعه بأن يقرأ الهندسة، صح. دين يدفعه بأن يقرأ الصلاة والصيام والحج والزكاة والصدق والأمانة، صح. نحن بصفتنا رجال دين إذا أردنا أن نكمل الحضارة الإسلامية يجب أن نستوعب الإسلام هكذا إسلام. ما أقول نستوعب يعني أنا أصير هم مهندس وهم طبيب وهم فلكي وهم جغرافي، لا، يعني نعرف أن الشيء الذي ندعو إليه ونتكلم حوله ونصر عليه ونريد تطبيقه هو المجموع، كما قال يقال رسول الله وكما قال يقال الإمام الصادق. فقط ظرف الرسول ظرف خاص وظرف الإمام الصادق ظرف خاص. هذا الشيء وهو التفاهم الدين بهذا التفاهم الواسع، هذا في الحقيقة ليس معناه أن الإنسان يقتنع بشيء صغير كما نحن نقتنع به، وإنما معناه أن نكون نحن على استعداد لإجابة عن كل شيء يرتبط بالدين في هذه الجهة. فرق بين أن أكون أنا مهندسا وعالما، لا، ولكن إني أتمكن من الإجابة عن كل سؤال يرتبط بخلفية الحضارة الإسلامية. يعني ماذا؟ نمثل، نحن في الحضارة الإسلامية أخذا من القرآن وانتهاء إلى آخر حديث قاله إمام المهدي عجل الله تعالى نحن في الحضارة الإسلامية نرى أنه أي حضارة قبل الحضارة الإسلامية نقول تحتاج إلى أناس يتمكنون من حل كل المشاكل الفكرية. يعني هناك مشاكل فكرية وهناك مشاكل عملية. المشاكل الفكرية نحن بحاجة إلى أن نتمكن من الإجابة عن جميعها على فرض الحديث. على فرض الحديث يعني شنو؟ يعني في كل يوم. لماذا قال الإمام عليه الصلاة والسلام أو الرسول من سوى يومه فهو مغبون؟ من سوى يومه فهو مغبون، لماذا؟ لأن الدنيا متطورة على طول الخط، تطرح الدنيا والحضارة أسئلة، أسئلة حول المبدأ أو حول المعاد أو حول الحياة قبل المبدأ والمعاد. الحياة تحتاج إلى أسئلة وأجوبة،
الآن في الحقيقة نرى هل نحن مستعدون عن الجواب عن كل سؤال؟ هذا يحتاج إلى استيعاب واسع، لأنه في المستقبل وراء المستقبل. أنا أعتقد أن المسلمين إنما انسحبوا عن الدين لعاملين. العامل الأول قوة الغربيين والشرقيين، هؤلاء صاروا أقوياء فتمكنوا أن يفرضوا بالحديد والنار مبادئهم. صح، فرضوا هذا لا شك. هذا كان في إيمان الاستعمار العسكري في بلاد. السبب الثاني هو بقاء هذا الشيء، بقاء هذا الشيء لأن حلفية حضارتنا نحن المسلمين سقطت، لم نتمكن من الأجوبة، هؤلاء تلقائيا بقوا في بلاد. يعني أنه بالقوة جاء إليك بغذاء مسموم، أنت أكلته كمجبور، بعد ذلك من سحب أو سحبته أنت، لكن لم يكن غذاء في بيته، فصرت مجبور أكل غذاء المسموم، فأكل المسموم على طول الفرق، لأنك لم تتمكن من تهيئة الغذاء الصالح. الآن نحفظ الله، هؤلاء أخذوا بلادنا بالقوة، هذا لا شك، لأن قوتهم صارت أقوى، وحتى أن قوتهم صارت أقوى لأنه سقطت حضارتنا على يد الأتراك والأشباع. الآن شوفوا العثمانيون 500 سنة حكم. هل 500 سنة أين علماؤهم؟ أين شعراؤهم؟ أين قوانينهم؟ أين صنائعهم؟ 500 سنة حكم. بل يا الإنسان الذي يذهب إلى تركيا ترى عدة مساجد لا أكثر ولا أقل، وقليل من المكتبات، وكذلك في إيران، لأن الحضارة الإسلامية كانت مقسمة بين السنة والشيعة. حضارة إيران الشيعية الإسلامية سقطت بلا حلفية. إذا كانت هناك حلفية للحضارة السنية وخلفية للحضارة الشيعية، أصلاً ما كان الغرب يصل إلى فوق وأنت تصل إلى تحت، كنت دائماً أفوق منه أو معادلاً له. فنحن إذا أردنا إعادة الكيان الإسلامي في البلاد الإسلامية لازم خلفية حضارتنا تتقوى. خلفية حضارتنا إذا قويت وخلفية الحضارة قوتها من أصعب ما يكون. شو ما القوات الحكومات الثورية المعروفة؟ هؤلاء في أول يوم يثورون ضد أمريكا وإنجلترا. بعد ذلك تدريجياً ما عدا حضارة، عدا ثورة وحضارة. بعد ذلك تدريجياً بعد 10 سنوات، 15 سنة، 5 سنوات، 20 سنة يصير إما عميل لهؤلاء وإما عميل لهؤلاء. لماذا؟ لأن هذا ما عدا خلفية حضارية. يسيره من عنده خلفية حضارية. وحتى هو يصير مجبور، يجيب خبراء، ما عدا خبراء. يجيب مخططين، يجيب مهندسين، يجيب أطباء، ما عدا هو. يظل مجبور، ما عدا حضارة. أخذ البلاد صح؟ لكن هل البلاد بالأخذ فقط؟ البلاد مو بالأخذ فقط. هذا هو الشيء الذي يرفع الأمم خلفية الحضارة ويسقط الأمم. نحن بصفتنا رجال الدين إذا تفقهنا الدين، الدين في القسم الثالث الذي ذكرنا والذي كان مثاله النبي والأئمة الطاهرون عليهم الصلاة والسلام، وإذا أكملنا حضارتنا، وإكمال الحضارة كل ما يحتاج إلى أوسع قدر من العلم التطبيقي الزمني، مو فقط الصلاة والصيام والحج، هذا صحيح 100%، لكن هذا جزء. وتمكننا من أن نربط أنفسنا بالله، لأن هذا أيضا جزء ثاني، لأن الحضارة الإسلامية مو حضارة مادية، حضارة مادية إلهية، يعني ملونة المادة بالنور الإلهية، هذا شيء ثاني. وتمكننا من أن نكمل حضارتنا بالدفع، هذا شيء ثالث. علما واسعا مصبوغة بالصبغة الإلهية، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة،
والشيء الثالث تمكننا من الدفع، يعني أنه قد يكون تذهب فوق المنبر وتأتي بشيء جميل وتحميل من أجمل ما يكون، لكن لا تبحثي الكلام في الدفع، يعني بعد الخلفية نحتاج إلى الدفع، يعني نحتاج إلى الدفع إلى الحياة علما، والدفع لا يكون إلا بالتمكن من الإجابة عن كل سؤال. نحن بكلامنا هذا نريد أن نلخص أن رسالتنا التفقه في الدين بمعنى في الكون الحياة. فإذا تمكننا من استكمال هذه الحضارة ذاك الوقت نحن هم أحدهم، لأن الإسلام في اليوم الذي قال أنا أعلى لأن حضارته كانت أعلى. أما نحن إذا استكملنا حلقات حضارتنا نكون منهم، يعني حضارتهم داخل حتى نصل إلى فوقهم ونحلل ونتمكن من أن نثبت فكريا وعمليا، لأن فكريا فقط لا يكفي، عمليا أيضا يحتاج إثبات ورفعة حضارتهم. الآن نحن لا شك في أن فكريا أعلى من المسيحيين، لكن هو عمليا أعلى من العلم، لهذا يظن العالم. وبس الفكر، فكر وعمل، هذا معنى الحضارة المتقابلة. ولذا من الرسول إلى الإمام الحجة لما دخل هؤلاء كلهم مجاهدون ويقولون ما منا إلا مقتول أو مسموم، لأنه هذا في البند الثاني كان وهو البند العمل، في البند الفكري الناس ما كانوا مخالفين له. نحن بحاجة إلى التفقه في الدين من التفقه الذي قاله القرآن والروايات وطبقه الأئمة الطاهرون عليهم الصلاة والسلام. صدقوا أن الإمام أمير المؤمنين لو في اليوم الأول كان يعمل ببند التقية وهو أعلم بالتقية مني ومن كل العلماء، كان يذهب إلى المسجد والتقية يصافح والتقية يجلس إلى بيته، أبدا ما كان شيء يصير هذا. وفاطمة الزهراء إذا كان يعمل بهذا الشيء لا أحد إلى الدنيا، فقط لا قابلية لها، أي قابلية لفدا فليأكلوها، ونحن من أهل الآخرة. بندان للحضارة، بند فكري ونحن رجلون فيها، وبند عملي تطبيقي. البند التطبيقي العملي يصير ما منا من إلا مقتول أو مسموم، مو ما منا، ما من الأنبياء. فلما تقتلون أنبياء الله من قبلهم من صادقين، لماذا لم يكن يقتلون؟ لأن هؤلاء عندهم بند فكري ثم بند تطبيقي. كثيرا ما في البند الفكري كانوا يقتلون، وكثيرا ما في البند التطبيقي كانوا يقتلون. مثلا موسى استلم بالفرعون بالبند الفكري، أنا ربكم الأعلى الله ربكم، وفي البند التطبيقي نحن نحتاج إلى خلفية حضارة إسلامية تحتوي على فكر متكامل ملائم للحياة. وبعد الفكر المتكامل الشروع بالتقدير، وإلا نكون كما قال عليه الصلاة والسلام ليت السياط على رؤوس أصحابي. قلنا هذه الكلمة، ما قال ما مصارع على رؤوس الناس، أصحابي الذين يحضرون درسي وصلاتي ويقبلون يدي ويعطون الحقوق لي، هؤلاء أصحاب الإمام الصادق. الإمام الصادق كان يتمنى السياط على رؤوس هؤلاء، فكر متكامل وحتى حركة متكاملة. كما في حديث آخر، ذنب من العالم لا يغفر إلا بعد أن يغفر من الجاهل 70 ذنبا. حديث خلفية الحضارة. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل ذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.